بس حضرتك كان السؤال الأول يا حلوين بيقول لي إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة. 2 جزء من 10 ده اسمه كسر عشري. 2 جزء من 10 اسمه كسر عشري. لو أنا حبيت أكتبه في صورة كسر اعتيادي فأنا هكتب 2 على 10. طيب يا ترى 2 على 10 دي تكافئ مين في دول؟ هقعد أدور مش هلاقي 2 على 10 في الاختيارات. طب لو زودت لها 0 فوق و0 تحت هتكون 20 على 100، من فالاتنين عشرة من عشرة تكافئ 20 على 100. السؤال التاني بيكلمني عن القصور المرجعية. القصور المرجعية يا حبايبي هي عبارة عن الصفر، النص، الواحد. دي أكتر شيء، أكتر القصور المرجعية شيوعا، يعني الحاجة المشهورة قوي، القصور المرجعية المشهورة قوي هي مين؟ هي الصفر والنص والواحد. احنا متفقين مع بعض ان انا علشان خاطر اجيب الكسر المرجعي، الكسر بتاعي قريب للكسر المرجعي ايه، فانا بروح اجيب نص المقام، نص الثمانية أربعة، واشوف اللي فوق راسها يعني الخمسة يا ترى أكبر من الأربعة على طول. لو أكبر على طول أصغر على طول فأنا بختار النص، كلمة على طول يعني اختار نص. طيب لو أكبر بشوية، يعني لو كانت مثلا 7 أكبر من الأربعة بشوية، وطالما أكبر بشوية ساعتها أنا هختار مين؟ هختار طالما أكبر بشوية هختار الواحد، ولو أصغر بشوية يعني نفرض إن كانت الخمسة دي 2 أو 1 فهي أصغر بشوية من الأربعة ساعتها هختار الصفر. طيب المسألة بتاعتي البسط 5 أكبر على طول من نص المقام، كلمة على طول يعني هختار نص. الكسر اللي قدامي ده المسألة التالتة، الكسر اللي قدامي 12 على 10 ده كسر غير حقيقي. علشان أحول من كسر غير حقيقي لصورة عدد كسري عندي حلين، يا إما هروح أشوف هي ال 12 دي جت في جدول إيه، هي والعشرة، هلاقي إن هما الاتنين جم في جدول 2 صح؟ أنا عايزاها في صورة عدد وكسر. الأول هقول ال 12 فيها كام عشرة؟ ال 12 فيها 10 واحدة يعني واحد صحيح. ها وهيتبقى من ال 12 كام؟ هيتبقى منها 2 والمقام زي ما هو 10. يبقى أنا كده حولتها من إيه؟ من صورة كسر غير حقيقي إلى صورة عدد كسري، عدد وكسر. ال 12 فيها كام عشرة؟ فيها 10 واحد، ويتبقى 2 على 10. أقدر أحلها بالطريقة دي وأقدر أحلها بطريقة تاني. ال 12 موجودة في جدول 10؟ لا. طب موجودة في ال 12 ال 11، شوف اللي قبلها بقى، ال 11 موجودة؟ لا. طب ال 10 موجودة؟ اه ال 10 موجودة في جدول 10 مع مين؟ ألاقيها موجودة مع الواحد، 10 واحد ب 10، يبقى الواحد ده العدد الصحيح بتاعي والمقام ما بيتغيرش 10. طب والبسط انا قلت كام؟ لأ قلت 2، لأ يبقى البسط 2. طب يا تيتشر انا طلعتها كده زي ما انت كاتباها 1 و2 على 10، بس جيت ادور في الاختيارات ما لقيتش. يا تيتشر اختار 2 و1 على 10؟ اوعى، طبعا خطأ. هعمل ايه علشان خاطر اجيب الاقيها في الاختيارات عندي؟ اجيبها في ابسط صورة. فأبسط صورة إزاي؟ يعني أنا دلوقتي هقول الاتنين والعشرة هما الاتنين جم مع بعض في جدول إيه؟ جم مع بعض في جدول 2، هقسم فوق على الاتنين وتحت على الاتنين، يبقى الواحد الصحيح ينزل زي ما هو. أما أقسم 2 على 2 هتديني 1، 10 على 2 هتديني 5. يبقى أنا دلوقتي الكسر بتاعي، العدد الكسري بتاعي 1 و1 على 5، ده اللي هدور عليه في الاختيارات والاقيه. اوكي السؤال، نعم رقم 3. مالها أنا مش فاهمة إزاي بسطناها. ازاي بسطناه؟ احنا جبناها يا جميلة
طلع معايا 1 و2 على 10، صح؟ مش احنا عندنا اما بيطلع معايا العدد الكسري بروح للكسر واسأله سؤالين، انت كسر حقيقي ولا غير حقيقي؟ لا هو كسر حقيقي، 2 اصغر من ال10 كسر حقيقي. السؤال التاني اللي بسأله للكسر بتاعي، هو انتوا الاتنين جيتوا في جدول ايه؟ ال2 وال10 جم مع بعض في جدول ايه؟ كن مع بعض في جدول 2. بس يبقى هقسم فوق على الاتنين وهقسم تحت على الاتنين، فاما اقول 2 على الاتنين هيديني 1، واما اقول تحت 10 على الاتنين هتديني 5، فانا كده جبتها في ابسط صورة. تمام، يعني هي 1 و1 على 5، صح؟ 1 و1 على 5. طيب تمام. السؤال اللي بعده يا حلوين بيقول لي المثلث اللي فيه الذي فيه ضلعان ضلعان، ناخد بالنا لو قال لي ضلعان ضلعان افتكر على طول الرجلين، ضلعين رجلين، ضلعان متساويان يبقى هاخد متساوي الساقين، اسمه متساوي الساقين. طب لو قال لي المثلث الذي جميع اضلاعه متساوية يسمى مثلث، هقول له متساوي الاضلاع. متساوي طب اضلاعه الأضلاع، مختلفة هقول مختلف مثلث الأضلاع. مختلف الاضلاع. تمام، طيب تعالوا بقى نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي ال5 اجزاء من 10 اكبر ولا ال13 جزء من 100؟ قبل ما اجري واقارن، في ناس دايما بتستعجل وتروح قايله ايه ده ال13 اكبر من الخمسه، يعني انا هعمل العلامه كده خطا. ليه؟ لان انا قبل ما اقارن يا اولاد لازم اساوي الاجزاء، لازم اعمل ايه؟ لازم اساوي الاجزاء. اساوي الاجزاء بتاعتي ازاي؟ اشوف انا عندي هنا ده واصل لحد خانه الجزء من 100 وده واصل لخانه الجزء من 10، عشان اساويها هحط في خانه الجزء من 100 صفر، وبعدين هنا 50 وهنا 13، ال50 بقى اكبر ولا ال13؟ ساعتها هلاقي ال50 فهعمل العلامه عليه. تمام، السؤال اللي بعد، الشكل يمثل مستقيمين مالهم؟ اللي شبه المقص دول على طول وانا مغمض اقول متقاطعين، مستقيمين متقاطعين، شبه المقص يبقى متقاطعين. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي الزاوية اللي قياسها 112 يعني اكبر من ال90 هي زاوية ايه؟ على طول هقول له زاوية منفرجة. ليه؟ لان الزاوية المنفرجة اكبر من ال90، الحاد اصغر من ال90، الزاوية القائمة 90 بالضبط، الزاوية المستقيمة 180 درجة بالضبط. تمام؟ ماشي، فأنا أنا ممكن طالما أروح محمد. اتفضل، طالما قال لي 112 يبقى أكبر من ال90 على طول أختار منفرجة. تعالوا بقى المسائل الجمع والطرح اللي بتحير الناس عندنا. دلوقتي دي مسألة جمع، ده عدد كسري وده كسر. أنا دلوقتي عشان أجمع لو عندي عدد كسري وعدد كسري بجمع عدد مع عدد وكسر مع كسر. طب أنا ما عنديش عدد هنا، الواحد ما فيش حاجة تتجمع معاه، ينزل زي ما هو واحد. وبعدين المقام لا بيتجمع ولا بيطرح، أوعى حد يروح يجمع المقام أو يطرحه، خطأ. المقام بينزل زي ما هو 5. أجمع مين؟ أجمع البسط مع البسط، 2 و3 هيديني 5. طب 5 على 5 يعني الواحد الصحيح، وانا معايا اصلا واحد صحيح، يبقى 1 زائد 1 يديني 2، 6. انا هختار 2. نركز بقى في الجزئية اللي جاية دي لان في ناس بتغلط فيها في الاسئلة كتير. بص يا اولاد، الكسر الاعتيادي 6 على 12 يمثل زاوية على الساعة، زاوية قياسها قد ايه؟ واحدة واحدة، أنا عندي الساعة كلها 12 جزء، الجزء الواحد في الساعة 30 درجة، الجزء الواحد 30 درجة، فلما أجي أقول لك أنا عايز قياس ال6 أجزاء من ال12 هناخد ال30 ونضربها في 6، يبقى أنا كده 30 في 6 صفر هينزل و3 في 6 ب18 هيديني 180 درجة. واصلا 6 على 12 دي يعني نص، ونص الدايره او نص الساعه
180 درجة. طب ربع الدايرة أو ربع الساعة 90 درجة. نص الدايرة أو نص الساعة بيديني زاوية مستقيمة قياسها 180 درجة، لكن ربع الدايرة أو ربع الساعة بيديني زاوية قائمة وبيكون قياسها 90 درجة. تمام؟ طيب نيجي في السؤال اللي بعده، بيقول لي نقط هو شكل رباعي فيه زوجان من الأضلاع المتقابلة المتوازية. تمام لحد كده تمام. بيقول لي إيه؟ جميع أضلاع متساوية في الطول. أنا عندي شكلين بس هما اللي أضلاعهم متساوية في الطول، مين ومين؟ عندي المربع جميع أضلاعه متساوية في الطول، ده أول شكل اللي هو المربع. المربع أضلاعه كلها قد بعض، الضلع ده قد ده قد ده قد ده. الشكل الثاني المعين، المعين كل الأضلاع قد بعض، الضلع ده قد ده قد ده قد ده. يبقى المربع والمعين في 4 أضلاع متساوية في الطول. أول ما يقول لي 4 أضلاعه متساوية في الطول، فأنا على طول يجي في بالي إن أنا يا إما هختار مربع يا إما هختار معين. طب إيه الفرق بينهم؟ يفرقوا في إيه؟ والله لو قال لي إن الزوايا كلها قائمة فأنا هختار المربع. المربع كل زواياه قائمة، لكن المعين ما فيهوش ولا زاوية قائمة، المعين به زاويتان حادتان وزاويتان منفرجتان. تمام؟ طيب هنا بيقول لي شكل فيه زوجان من الأضلاع المتقابلة المتوازية، وجميع أضلاع، أول ما يقول جميع أضلاع متساوية في الطول فأنا هقارن يا إما هختار مربع يا إما هختار معين. ما عنديش هنا مربع، هختار مين؟ المعين. تمام؟ السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ الصيغة القياسية للعدد 3 أحاد 4 أجزاء من ماء. صيغة قياسية يعني إزاي هكتب العدد ده؟ لو هكتب العدد ده بالأرقام هكتبه إزاي؟ أول حاجة بيقول لي حط الثلاثة في خانة الآحاد. خانة الآحاد يعني اللي على شمال العلامة، اللي هم أصحاب البيت الأساسيين. أحط فيها كام؟ أحط فيها 3، وأحط بقى العلامة، وبيقول لي 4 أجزاء من ماء. خلي بالي لو قال لي 4 أجزاء من 10 فأنا هلزقها في العلامة، لكن هو بيقول لي 4 أجزاء من 100، يبقى خانة الجزء من 10 ما جابليش سيرتها، أحط فيها 0، والأربعة أحطها في خانة الجزء من 100. أكتب الحل بتاعي وأكتب حل مسألتي وبعدين أدور في الاختيارات عشان ما أتلخبطش. فأنا هختار 3 و4 أجزاء من 100. ها نسأل مثالك محمد السؤال رقم 8. نعم؟ فهمت السؤال رقم 8. سؤال رقم 8 نحله تاني. سؤال رقم 8 يا جميلة بيتكلم عن مسألة الجمع. أنا لما بيجيلي يقول لي 1 و2 على 5 زائد 3 على 5، الواحد في حاجة في عدد تجمعيه قصاده؟ المفروض إن أنا بجمع عدد مع عدد وكسر مع كسر، عدد صحيح مع عدد صحيح. طب أنا ما عنديش عدد صحيح غير مين؟ ما عنديش عدد صحيح غير الواحد، ينزل 1 زي ما هو. وبعدين في المسائل الجمع المقام ولا بيتجمع ولا بيطرد، بينزل زي ما هو 5. والبسط بجمع بسط مع بسط، 2 زائد 3 كام؟ 2 زائد 3 5. مش انتي يا بيسان عارفة ان 5 على 5 فيها الواحد؟ خمسة على خمسة 1 صحيح، وانتي اصلا معاكي من الاول 1 صحيح. 1 زائد 1 يديكي كام؟ يديني 2، يبقى انا هختار الاتنين. فهمتيها؟ تمام نكمل. المثلث الذي اطوال اضلاع، بصوا كده للارقام، لقيت والله الـ3 ارقام شبه بعض، ساعتها هختار متساوي الاضلاع. لو لقيت الـ3 ارقام مختلفين ساعتها هختار مختلف الأضلاع، زي الحالة اللي عندي دي. هنا 3 4 5 الأضلاع مختلفة، يبقى هختار مختلف الأضلاع. السؤال اللي بعد،
بيقول لي 2 على 10 زائد 4 على 10، مسألة جامعة عادية خالص. بعمل ايه؟ بنزل المقام زي ما هو، ما بجمعوش ولا بطرحه. اوعى حد يجمع المقام او يطرحه، بنزل المقام زي ما هو وبعدين اعمل ايه؟ اجمع البسط. هنا 2 و4 هيديني 6. طب بدور هنا ما لقيتش 6 على 10، الاقي المكافئ ليها. المكافئ ليها 6 أجزاء من 10. اوعى حد يختار 6 على 100، لا. ليه؟ لأن أنا عندي المقام لا بيتجمع ولا بيطرح، ولا 6 على 20، المقام ما بيتجمعش. طب 6 من 100؟ لا، هي 6 على 10، يعني 6 أجزاء من 10. 3 على 5 أظن كلكم عارفينها، طالما البسط أصغر من المقام يبقى الكسر كسر حقيقي، بسطه أصغر من مقام. 5 و6 أجزاء على 10، الـ5 و6 أجزاء على 10 لو هكتبها في صورة عدد عشري ده كده اسمه عدد كسري، عدد ولازق فيه كسر. طب أنا لو هكتبها في صورة عدد عشري، يعني هكتب العدد اللي هو الخمس، الفرق هشيل إشارة الكسر وأحط مكانها العلامة العشرية. 6 على 10 يعني 6 من 10، يبقى 5 و6 أجزاء من 10. السؤال اللي بعده سؤال المقارنة، علشان أقارن ما بين كسرين، لأن ناس كتير بتتلخبط فيها. عشان أقارن ما بين كسرين بعتبرها درجة امتحان. والله لو أنا جبت 5 والامتحان كان من 11 هيكون أفضل، ولا لو جبت 5 والامتحان كان من 8؟ لا يا تيتشر، أنا لو جبت 5 والامتحان من 8 هنقص 3 درجات، لكن لو جبت 5 والامتحان كان من 11 ده انا هنقص كده 6 درجات. طب انقص خمس انقص 3 درجات افضل ولا انقص 6؟ لا والله انقص 3 درجات افضل، يعني اجيب 5 من 8 افضل من ان انا اجيب 5 من 11. الافضل هو الاكبر، وبفتح العلامة عليه، يعني هختار العلامة دي. ناس تانية عايزة تعرفها بطريقة تانية، في حالة تساوي البسط شبه البسط، لما يكون عندي البسط شبه البسط، هنا 5 وهنا 5، يبقى الكسر الأكبر صاحب السلام عليكم. المقام الصغير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى أنا عندي الكسر الإيه؟ الكسر الأكبر صاحب المقام الصغير. ماشي حبايبي؟ نشوف السؤال اللي بعد. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي شكل المقابل هيسمى ايه؟ اول ما الاقي شكل في ضلع زوج واحد من الاضلاع المتوازية، يعني انا عندي الضلع ده بيوازي ماشي قصاد الضلع ده، لكن ده مش ماشي قصاد ده، ده كده مش ماشي قصاد ده، يبقى في زوج واحد من الأضلاع المتوازية. هو مين اللي فيه زوج واحد من الأضلاع المتوازية؟ ما عنديش غير شبه المنحرف. الشكل ده اسمه إيه؟ اسمه شبه منحرف. طيب نشوف اللي بعدها يا حلوين. اللي بعدها مسألة طرح، نركز كويس جدا جدا. مسألة الطرح دي عدد صحيح ناقص عدد كسري. أنا ما ينفعش أطرح عدد كسري من عدد صحيح، لازم يكونوا هما الاتنين عدد كسري. يعني إيه هما الاتنين عدد كسري؟ يعني عدد وجنبه كسر. يعني المفروض التلاتة دي أخليها عدد وجنبه كسر. طب هخليها عدد وجنبه كسر إزاي؟ هاخد منها واحد أخليه كسر. طب أما آخد من التلاتة واحد هتبقى التلاتة كام؟ يبقى 2. طب الكسر اللي انا هعمله، الواحد اللي انا خدته هعمله كسر، اعمله كسر ايه؟ هبص للمقام اللي عندي في المسألة، هبص للمقام اللي عندي في المسألة. والله لو لقيت المقام اللي عندي في المسألة 5 فهيكون الكسر بتاعي 5 على 5. طب لو لقيت المقام اللي عندي في المسألة 3 هيكون الكسر، الواحد اللي انا خدته هعمله كسر 3 على 3. طب لو المقام 2، 2 على 2
طب لو المقام 6 10 حسب المقام اللي في المسألة أنا هعمل الكسر بتاعي. لو المقام مش 9 انا مش فاهم، 9 مش فاهمها دي يا مس. نعملها تاني، نقولها تاني. أنا ما ينفعش أطرح عدد كسري ناقص عدد صحيح، ما ينفعش. لازم عدد كسري ناقص عدد كسري، عدد وكسر ناقص عدد وكسر. طيب المسألة بتاعتي يا تيتشر جت عدد صحيح ناقص عدد كسري، هعمل إيه؟ خلي العدد الصحيح ده عدد كسري. إزاي؟ خلي العدد الصحيح ده عدد كسري إزاي؟ بإن أنا استلف منه واحد أعمله كسر، أما استلف منه واحد، أما استلف من التلاتة واحد دي هتكون اتنين. طيب الواحد اللي أنا خدته هعمله إيه؟ هعمله كسر، هعمله كسر. المقام عندي في المسألة يبقى الكسر 5 على 5. لو المقام عندي في المسألة 3 يبقى الكسر 3 على 3. لو المقام عندي في المسألة 2 يبقى الكسر 2 على 2، وهكذا. وأقول ناقص كده بقى أقدر إن أنا أطرح العدد الكسري من العدد الكسري، فهقول ناقص 1 و1 على 5. أطرح بقى عدد ناقص عدد، العدد الصحيح اللي عندي أطرح منه العدد الصحيح، يعني الاتنين أطرح منها الواحد هيتبقى 1، والمقام ولا بيتجمع ولا بيطرح، ينزل زي ما هو. طب البسط هنا 5 ناقص 1 هيديني 4، يبقى الإجابة بتاعتي 1 و4 على 5. تاني يا حلوين، السؤال اللي بعده 34 جزء من 100 وهنا 6 أجزاء من 10. علشان أقارن يا إما أخليهم الاتنين كسر اعتيادي يا إما أخليهم الاتنين كسر عشري. أنا عندي دلوقتي 6 على 10 ده كسر اعتيادي، أخلي بقى ال 34 دي كسر اعتيادي، يعني في صورة بسط ومقام. بدل ما هقول 34 جزء من 100 فأنا هقول 34 على 100. وبعدين أقارن، ما ينفعش أقارن والمقامات مختلفة، لازم المقام هنا طالما المقام هنا 100 يبقى ده كمان يبقى 100. طب هحط له صفر، وطالما حطيت صفر تحت لازم اللي عملته تحت اعمله فوق، فطالما حطيت صفر تحت حط صفر كمان فوق، فهتكون دي 100 ودي 60. طب يا ترى ال60 اكبر ولا ال34؟ لا يا تيتشر، ال60 اكبر، يبقى هختار العلامة دي. تمام. السؤال اللي بعده، الشكل الرباعي، اول ما اسمع كلمة زوج واحد اختار وانا مغمضة عيني اختار كده مين؟ منحنى. زوج واحد، يبقى اختار شبه المنحنى، لان ده الشكل الوحيد اللي فيه زوج واحد من الاضلاع المتوازيه. اما يجي لي مساله زي كده ده كسر اعتيادي واداني رقم الناحيه الثانيه وما ادانيش، اداني البسط وما ادانيش المقام، او اداني المقام ما ادانيش البسط، كل اللي انا هعمله هسال نفسي، هقول لنفسي ايه؟ هي ال 16 صغرت وبقت 8، صغرت ازاي؟ اتقسمت على 2، اما نقسم 16 على 2 هيديني 8، يبقى اللي حصل تحت لازم يحصل فوق، فكمان ال10 هقسمها على ال2 فهتكون 5. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكمل. أي مما يلي يمثل كسر غير حقيقي، غير حقيقي بسطه أكبر من مقام، غير حقيقي بسطه أكبر من مقام، مين اللي البسط أكبر من المقام؟ 7 على 2. السؤال اللي بعده بيقول لي 2 و3 على 10 بقت 2 وكام على 100؟ والله ال10 زادت 0 يبقى كمان ال3 تزيد 0، يعني بدل ما هي 3 تكون 30، فاختار السلام 30. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لي إيه؟ إذا كانت أكبر قياسات زوايا مثلث 90 درجة، أول ما أسمع كلمة 90 تبقى دي زاوية إيه؟ زاوية قائمة. القائمة 90، المستقيمة 180، أقل من 90 حادة، أكبر من 90 منفرجة. فما المثلث بتاعي يكون الزاوية اللي فيه أكبر زاوية فيه
زاوية 90 يعني زاوية قائمة، المثلث هياخد اسم أكبر زاوية، أكبر زاوية قائمة يبقى اسمه قائم الزاوية. السؤال اللي بعد، الكسر المرجعي 7 على 8 أقرب للنص ولا للصفر ولا للواحد ولا الاثنين التلاتة على الاثنين؟ أنا يا أولاد أما ألاقي الكسر السلام بتاعي، عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما ألاقي الكسر بتاعي يا حبايبي رقمين جايين ورا بعض يعني 7 و8 من غير ما أعمل ما أجيب نص المقام ولا حاجة، 7 و8 يبقى أقرب للواحد. طب لو كان 5 و6 رقمين جايين ورا بعض برضه هختار الواحد. طب لو كان مثلا 3 و4 هختار الواحد. طالما رقمين جايين ورا بعض على طول بسطوا المقام يبقى وانا مغمض هختار الواحد. تمام؟ يبقى الكسر ده اقرب لمين؟ اقرب للواحد الصحيح. وبرضه لو هنعملها بطريقة ان انا اجيب نص المقام، فانا نص التمانية اربعة، السبعة اكبر من الاربعة بشوية مش اكبر على طول، وطالما اكبر بشوية يبقى اختار الواحد. السؤال اللي بعده، قياس الزاوية المنفرجة اكبر ولا اصغر ولا يساوي قياس الزاوية القائمة؟ لسه قايلين الزاوية القائمة 90، الزاوية المنفرجة اكبر من 90. المنفرجة اكبر من القائمة. برواز على شكل مستطيل طوله 20 عرضه 10، مساحته كام؟ مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. الطول عندي 20 والعرض عندي 10، أضرب الرقمين في بعض، صفرين هينزلوا واتنين في واحد باتنين يديني 200. أي من أمال يا التعادل؟ مش لو عايزنا نجيب مساحة، ما هي دي المساحة، قصدي المحيط. المحيط الطول زائد العرض الكل في 2. لو عايز المحيط فانت هتجمع ال20 زائد ال10 يديك 30، اضربها في 2 يديك 60. محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2، لكن مساحة المستطيل الطول في العرض. السلام عليكم يا تيتا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا مس، وانا بس عندي سؤال. لو قاعد اجاوب انا ما جاوبت. لا احنا ما فيش حد بيجاوب، ما فيش مجال ان حد يجاوب يا حبايبي. لو حد مش فاهم حاجه وانا بشرح يقول لي مش فاهمها اعيدها له تاني، لكن يا انا اللي تيتشر بحل. يا تيتشر يا تيتشر، خلينا نحل. مش هيل، ما فيش وقت، ما فيش مساحه من الوقت ان احنا ان انتوا كلكم تحلوا، وانا عايزه احل معاكم اكبر قدر من الايه، من الاسئله، علشان نبقى واخدين المنهج كله. اوكي، فانا اللي التيتشر بحل. يعني لو نكتب حد لك ما عش فهمش، التيتشر نكتب لك على الشكل الإجابات. لا انت ركز معايا وانا بشرح، ولو في حاجه مش فاهمها قول لي يا تيتشر انا الجزئيه دي ما فهمتهاش، عيديها تاني، هعيدها هنا. تمام، يلا حبايبي. اي من التعبيرات الرياضيه التاليه له نفس قيمه الكسر 4 على 5؟ هروح ادور مين في دول اللي اجمعهم مع بعض يديني 4 على 5. طبعا انا استحاله اكون دي، لان انا هجمع 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 هيديني 16 على 5. طيب تعالوا نشوف دي، 1 و1 2، 2 و2 4، يبقى هي الاجابه بتاعتي 4 على 5 هي دي. تمام، نشوف اللي بعدها. التمثيل البياني المناسب لمقارنه اللون المفضل لعدد من الاولاد والبنات، لون مفضل هقارن بين أولاد وبنات، يبقى تمثيل أعمدة مزدوجة. عدد من البنين والبنات يبقى لازم هختار أعمدة مزدوجة. طالما بعمل بقارن بين مجموعتين يبقى أعمدة مزدوجة. درجات مثلا ولد وبنت، أو درجات البنات ودرجات الولاد برضو أعمدة مزدوجة. درجات الحرارة بين بلدين أعمدة مزدوجة. تمام، يبقى طالما بقارن بين مجموعتين ساعتها هختار الأعمدة المزدوجة. السؤال اللي بعده بيقول لي الرقم الذي يقع في خانة الجزء من ما. بص يا أولاد، أول ما يقول لي كلمة جزء أعرف إن أنا هبص على يمين العلامة وليست على الشمال. يمين العلامة دول الأجزاء، اللي على شمال العلامة اسمهم دول أصحاب البيت اللي هم الأعداد الصحيحة. تمام، فطالما قال لي كلمة جزء فأنا هبص ناحية اليمين.
هلاقي على يمين العلامة في 3 وفي 7، التلاتة دي الخانة اللي هي موجودة فيها، الخانة اللي لازقة في العلامة على طول اسمها جزء من 10، الخانة اللي بعدها على طول اسمها جزء من 100. فما يسألني يقول لي الرقم الذي يقع في خانة الجزء من 100، هقول له مين؟ هقول له السبعة. السؤال اللي بعد بيقول لي ايه؟ بيقول لي 5 على 7 أكبر من مين؟ اتفقنا نعملها درجة امتحان، وكأني في درجة امتحان هسأل نفسي هو أنا أجيب 5 على 7 أفضل، طالما العلامة فاتحة بقها عليه يبقى هو الأفضل، والأفضل يعني هو الأكبر، أفضل من إن أنا أجيب 5 على كام؟ أفضل من إن أنا أجيب 5 على 8، لأن 5 على 7 هكون ناقصت درجتين، لكن 5 على 8 هكون ناقصت 3 درجات. فإيه الأحسن؟ أنقص 3 درجات ولا أنقص درجتين؟ لا أنقص درجتين، والأحسن هو الأفضل، وطالما الأفضل يعني هو الأكبر بحط العلامة عليه. أي مما يلي يمثل كسر وحدة، كسر وحدة يعني كسر، يعني إيه كسر؟ يعني بسط ومقام، آدي بسط ومقام، كسر وحدة بسط واحد، كسر وحدة بسط واحد، يعني لازم البسط يكون واحد. فأنا هدور، محدش طبعا يختار دي، ليه يا تيتشر ما اختارش دي؟ لأن دي اسمها عدد كسري، عدد وجنبه كسر يعني عدد كسري. مين كسر الوحدة؟ 1 على 10. المسألة اللي بعدها بيقول لي 6 أجزاء من 10 بتكافئ مين في دول؟ 6 أجزاء من 10 يعني 6 أجزاء على 10، وال6 أجزاء على 10 هي 60 على 100، وال60 على 100 هي 60 جزء من 100. أو لو أنا حبيت أوصل لخانة الجزء من 100، فأنا بحط 0 في خانة الجزء من 100، فال6 من 10 هي 60 جزء من 100. السؤال اللي بعده حبايبي، الشكل المقابل يسمى مش إيه؟ ممكن اجاوب سهم. للأسف والله نفسي تجاوبوا كلكم، بس مفيش مجال ومفيش وقت ان انتوا تجاوبوا، فانا يا بشرح تيتشر، وانتوا يا خليكم ماشي متابعين. يا يعني ماشي. شوف اسئله الأسئلة عن سهلة جدا، الأسئلة سهلة جدا طب الحمد لله الامتحان هيجي سهل جدا ان شاء يا الله. تيتشر. هو حصة بقالها شوية احنا اول ما الزوم يقفل هترجعوا تاني بسرعه. الشكل المقابل يسمى ايه؟ طالما في سهم واحد اسمه شعاع، سواء كان صح. السهم ده من هنا او من هنا فده اسمه شعاع. طب لو سهمين هيبقى اسمه خط مستقيم. طب لو مفيش ولا سهم هيبقى قطعة مستقيم. انا عندي سهم واحد يعني شعاع، تمام؟ هنا 1 و5 على 7، 1 و5 على 7 ده عدد كسر. عشان اخليه في صورة كسر بسط ومقام بضرب ايده في رجله زائد بضرب راسه، 1 في 7 دي 7، وازود عليها خمسة الخلاط يبقى وازود 12، السكر 12 على المقام زي ما اتناشر هو، على 7. 7 ما بيتغيرش يبقى 12 على 7. مسألة الجمع دي يا اولاد هعمل فيها ايه؟ بيقول لي 17 على 100 زائد 5 على 10، محدش يجري ويجمع الخمسة زائد ال17، ليه؟ لأن أنا مستر